يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هي 30 سنة مدة الخلافة الراشدة في أول الزمان، وهي مدة قصيرة جدا، لكن هكذا تكون المراحل الملهمة المعلمة في التاريخ. ما هو حكم النبي صلى الله عليه وسلم كله في المدينة 10 سنين، لكن 10 سنين تساوي ألفا وآلافا من السنين من حكم غيره، فيما تضمنته من معالم الهدى، فيما تضمنته من إرساء قواعد الحكم العادل الراشد الصحيح. كذلك مرحلة الراشدين على الرغم من قصرها إلا أنها غنية ثرية ملأة بالقيم والدروس والعبر. إذا نظرنا إلى أولياء الراشدين الأربعة عليهم رضوان الله سنرى أنهم اجتهدوا اجتهادات عديدة في مسألة نقل السلطة من حاكم إلى حاكم في ظل 30 سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي أحدا وترك الخيار للأمة بعد وفاته، ومن طرف خفي اقترح عليهم أبا بكر حين أمره أن يصلي مكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤم المسلمين في الصلوات، وترك الأمة لاختيار الأمة، وقال في آخر الأمر: يأبى الله، وأنا خايف على الأمة من الخلاف والانقسام، لكن يأبى الله ويدفع المؤمنون، أو يدفع الله ويأبى المؤمنون، أن تختلف الأمة تنقسم وتتفرق بعد نبيه. فاجتمعت الأمة، تشاورت في سقيفة بني ساعدة، واستقر رأيها على أبي بكر، وانتقل أهل الحل والعقد بأبي بكر من السقيفة إلى الجماعة العامة في المسجد، فبايع الناس لأبي بكر وخلصت القضية في ساعات معدودات. وبعدين سيدنا أبو بكر يستخدم طريقة ثانية غير الطريقة التي استخدمها النبي، المبدأ واحد والأداة والطريقة والأسلوب متغير. المبدأ أن الأمة هي المرجعية التي تقرر من يحكمها، الطريقة التي تعبر بها الأمة عن إرادتها اجتهادية تتغير بتغير الزمان والمكان. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يرى أن يجمع الناس على عمر، لكن لا يستطيع أن يقرر ذلك من تلقاء نفسه، فيستشير فيه وجوه الناس: زعماء القبائل والبدريين والعشرة المبشرين وقيادات الأنصار والمهاجرين وكذا وكذا وكذا، حتى اطمئن إلى أن الغالبية العظمى من الأمة موافقة على عمر رضي الله عنه وارضاه، كأنه أجرى استطلاعا للآراء في حياته، واطمأن إلى رضا غالب الناس على عمر، فكتب كتابا، أو أمر عثمان فكتب كتابا وأتمناه عليه. ثم لما قبض أبو بكر قام عثمان في الناس ليقرأ ذلك الكتاب، وكان في استقرار في الأمة كلها على عمر، حتى إن عثمان وهو يقرأ بدايات الكتاب قام رجل من الأعراب وقال: عرفناه يا عثمان إنه عمر، مش محتاج المقدمات دي كلها، احنا عارفين أنه لا يصلح لقيادة الأمة إلا عمر. وعمر نفسه يقدم للأمة تغييرا دستوريا جديدا، ويرشح لجنة من 6 ويحط لهم نظام: أول ما موت تاخدوا 6 دول وتغلقون عليهم بيتا، ويقف على حراسة البيت صهيب بن سنان الرومي ومعه 30 من الفرسان، ويعطون 72 ساعة 3 أيام يتشاورون فيما بينهم، ومعهم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء، وما يطلعوش للناس إلا وهم متفقين على خليفة منهم. وإذا انقسموا الآن في 6 مرشحين، واحد صوت مرجح عبد الله بن عمر، صاروا 6 في ناحية واحد في ناحية، وأبى هذا الرجل أن ينزل على رأي 6 فاضربوا عنق عمر يقول ذلك، 2 و5 اضربوا عنقهما يرضوا برأي الأغلبية، خلاص يبقوا عرضوا نفسهم للسيف. ويجتمع هؤلاء 6 فيتفقون على تغيير النظام الوضع عمر. ليه يعني؟ في اعتباران موضوعيان جعل عبد الرحمن بن عوف يقترح تغيير هذا النظام: لماذا تكون لنا خاصة وهي للناس عامة؟ ولماذا يضرب بعضنا رقاب بعض؟ ايه الحكاية دي يعني؟ وبعدين يتفقوا على ان 3 يتنازلوا، 3 يفضلوا مرشحين، وواحد من المتنازلين هؤلاء يخرج فيجري يشرف على عملية الاختيار، ويرى من يرضاه الناس فيأتي فيبايع له، فعبد الرحمن يقوم بهذه المهمة ويعود في نهاية المدة التي وضعها عمر، وصهيب واقف على الباب بالرجال يحرسون هذه العملية، ويرجع عبد الرحمن يقول: أشهد الله أني وجدت الناس لا يعدلون بعثمان بن عفان أحدا، فيبايع لعثمان ويبايع له 6، ويطلعوا كلهم 7 على المسجد فيعقدون البيعة العامة لعثمان. في أمة حية بتطور نماذجها، وفي 30 سنة أسلوب 2 و3 و4
ماذا لو أكملت هذه المسيرة إلى اليوم لقدمت للناس اجتهادا سياسيا لا مثيل له. لكن كما قلنا عادت الفترات الكاملة أن تكون ملهمة. يروي عبد الرحمن بن أبي بكر قال: وفدت مع أبي إلى معاوية بن أبي سفيان فأدخلنا عليه فقال: يا أبا بكر تحدثني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الرؤيا الصالحة ويسأل عنها، يقول لأصحابي: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فقال رسول الله: ذات يوم أيكم رأى رؤيا؟ فقال رجل: أنا يا رسول الله، رأيت كأن ميزانا دلي من السماء، فوزنت أنت بأبي بكر فرجحت على أبي بكر، ثم وزن أبو بكر بعمر فرجح أبو بكر بعمر، ثم وزن عمر بعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان. فاستاء لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال معبرا هذه الرؤية، مؤولا هذه الرؤية: خلافة نبوة، هذا سلسال الخلافة التي تأتي بعد النبوة. النبي يوزن بأبي بكر يعني يسلم الراية لأبي بكر، وأبو بكر يوزن بعمر يعني يسلمها لعمر، وعمر يوزن بعثمان يعني يسلم الراية لعثمان. فأول النبي صلى الله عليه وسلم فقال خلافة نبوة، ثم يؤتي الله تبارك وتعالى الملك من يشاء.